عصبية أكتر. المصحف مغلولو. أنت بتغرر من أنت يالا. والمصحف ما تغرغرت بيها. أنت الموت يالا. أمال من حضرتك. أمال مش عايب. وأنا ما قدامي يا بنت. مجنونة بالحب لازم. مجنونة حب تاكيتو. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دوشك ايه بقى؟ ما كمل اول. ما قلتلك يا اخي قلتلك اجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في مزة. انت عملت ايه بك نام؟ قطعت امها. هادي. لا السفرية المرة دي طولت قوي. استحليتها انت وعشت هناك. عمدة. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. ومفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سألت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفسه العنوان، ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها، لازم اوصل لسارة بأي ثمن، تفهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس ولا يكون عندك فكر. ها؟ بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده، الواد ده اصله قفل شويه. وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرا صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش فيش عربيه، تتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه بتوحشها دي على الصبح. يا ابن الكلب هتدغدغ العربية. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسة الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. تاكس. صبحي وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد انت وصلاح. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ. عندك كمين خاص؟ ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع، جاي متاخر، مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. خلاص ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى يا اخي اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه المشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين. بيحطي عندك في الدرج شهرين يقلب شعبولة لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق. انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي، انت فاهم؟ يا نجوى. يا لهوي. بلطجة بقى. بس انا ماليش في البلطجة قوي يعني. بلطجي. صباح
صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه ايوه سيتي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون 506-35-00. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه. الخط مريح كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام. انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابة تجربة قاسية عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا. هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقة البرنامج. صديقة الشركة. مع الف سلامة. مع السلامة. معنا اتصال تاني نقول الو. الو يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعة لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20 وانت حضرتك بقى حدق. فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيخ. ايوه فاضل لي خط وابقى بدأت ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب. الاسبوع ده كله تنزل شفت بالليل. فادي كول كول مغلوب يا مان. بي كول. الو عمدة ازيك يا حبيب؟ يا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركة بتاعته. ايه 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم ركز بقى بحوافزي. خليك في حوافزك انت. ايوه ايوه ايوه. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليه. طيب السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش. يا بني ادم انت جاي حضانه. انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد. انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم. يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عواد. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل كمل. ايه ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله 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 انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26000 موظف. بيسو حبيب قلبي معلش اتاخرت عليك. طيب معتز ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها ودي بردك اللي انا جبتها لك بردك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابوره. ايه؟ ترابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش بردك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش. واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى. ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. بقول لك ايه بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم جول 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 جول.
ده جون فينا يعني في مصر؟ اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا يا ابني. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه ومدري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر يا فوق الفظيع. محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع نود على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. يعني نتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا. سجل هدفين تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. السلام طبر كيف؟ اوعى تيجي جنبها. ها لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد اتقل جامد. ايوه بس ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عناية ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط. اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهله جدا. ها يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامه مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانه دي ايه؟ انسانه هي كمان انسانه مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي لبت من عنده خاتم الماس 9 إيرات وغيرت عنوانها، لا عرفنا لها عنوان.